أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال أبو عبد الرحمن، تفضل أخي أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. بالنسبة للمرأة إذا وضعت مناكير في ظافرها ولم تجد شيئا تزيله به ودخل عليها وقت الصلاة، هل تمسح عليهما أم تتيمم؟ لا، لا تمسح ولا تتيمم، لابد من إزالة الحائل الذي على أظفارها تزيله، وأنواع المزيلات كثيرة وموجودة. نعم.